هذا السوق الاعتراض على ولي الامر في طريقه من الله باحسان به طبعه الوطنيه يوم يدعمهم في هذا الامر كل ما يقول الواجب طاعة ولي الأمر. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الواجب والأصل طاعة ولي الأمر، ولكن إذا أمر بمعصية إنه لا يطاع في هذه المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. ولكن ليس معنى ذلك أنك تخرج عن طاعة ولي الأمر أو تشق عصا الطاعة، ولكن لا تعمل هذه المعصية وتطيعه فيما سواها وتبقى على تبقى على موالاته وعلى وتحت إمرته، ولا تخرج عليه ولا تحرض عليه ولا تتكلم فيه في المجالس عند الناس، لأن هذا يحدث شرا وفتنة ويبغض الناس إلى ولاة أمورهم في وقت الكفار يتألبون علينا ويتربصون بنا الدوائر. وربما إذا علموا بهذا أنهم ينفثون سمومهم في هؤلاء المتحمسين من المسلمين ويحرضونهم على ولاة أمورهم فتحصل الفتنة ويفسد الأمر، وعند ذلك تطيب للكافرين النتيجة في التسلط على المسلم. فولي الأمر المسلم مهما كان فيه خير كثير وفيه مصالح عظيمة، وإذا قدر أنه هو بشر ما هو معصوم قد يخطئ في بعض الأوامر أو فالطريق أنه يناصح في هذا سرا، توصل إليه النصيحة سرا ويبين له طريق الصواب. أما الكلام عنه في المجالس أو أشد من ذلك في الخطب أو في المحاضرات هذا شأن أهل الشقاق وأهل النفاق وأهل الشر الذين يريدون شق عصا الطاعة. نعم.